النهاردة هتكلم عن تجربة كريم العين من سيرافي. على الموقع والعلبة موضحين ان الغرض تقليل الهالات والانتفاخات. كمان على الموقع وعلى العلبة الدعاية له بمكونات حمض الهايلورونيك والسيراميد. انما ترتيبهم مختلف في الكريم المتوفر عندنا عن المكونات على الموقع الامريكي. هنا شايفين حمض الهايلورونيك ترتيبه على الموقع، وهنا على العلبة هو اخر مكون، وهذا ترتيب السيراميد، وعلى العلبة هو متأخرين جدا في المكونات. الحاجة الوحيدة المشتركة في الترتيب بينهم هي النياسيناميد، انه تاني مكون في الاثنين. اللي معايا هو الصناعة الفرنسية، الاثنين نفس المكونات انما ترتيبهم او التركيزات بين الاثنين مختلفة. هنشوف باقي المكونات من على الموقع علشان اوضح. المكونات الثابته تقريبا في كل منتجات سيرافي للترطيب هي الدهون المطابقه لدهون جلدنا زي السيراميد، وبيكون معاهم حمض الهايلورونيك. لو تفتكروا كانوا موجودين كمان في الغسول. في كمان زيت اللوز الحلو ومستخرج من زيت الجوجوبا، ومكونات مضاده للالتهاب لتهدئه الجلد زي عشبه زيت الحصان، كموميل الذهبي، ومستخرجات من الطحالب، بجانب كمان الصبار والنياسيناميد. هو خالي من الكحول والعطور والبارابان والزيت المعدني. بالنسبة لي كنتيجة على الهالات بعد استخدام اكتر من 3 شهور ما شفتش اي تغيير. سبق وقلت ان ما عنديش بشكل اساسي مشكلة انتفاخات العين او الاي باجز، قليل ما ممكن تبعيني منفخة شوية الصبح لما نصحى، ولما جربته في الحالات دي ما شفتش انه بيعمل فرق. الحاجة اللي عجبتني فيه هي ترطيبه في الشتاء مرطب قوي، وهو حتى قوامه اتقل شوية من باقي كريمات العين اللي جربتها. ممكن اللي ليهم سوابق مع الميليا يخلوا بالهم من النقطة دي، علشان كنت شفت ريفيوز ناس اعتبروه تقيل وكانش عجبهم. انها بالنسبة لي كحد دايما بيكون جلد عيني جاف، وساعات بيكون عندي تقشير فوق العين بالذات في الشتاء، وكمان احمرار، وهو خالي من العطور ومناسب للجلد الحساس، فشايفه نافعني جدا في الشتاء ده، وكان مناسب عادي تحت الميك اب بس يستخدم قبلها بنص ساعة مثلا. صلاحيته 6 شهور، وحجمه 14 ملي، وسعره 179 جنيه. افتكر اختار اجيبه تاني كمرطب في الشتاء في حالة لو حسيت ان عندي جل او كريم للعين ترطيبه غير كافي. ومنسوش اشتراك في القناة عشان توصلكم التقييمات الجاية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر.